بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فاضل معانا خاصيتين في الترانزيشن، وهو التايمينج فانكشن والديلي، اللي قلنا هنتكلم عنهم طبعا في الكام درس اللي فاتوا. التايمينج فانكشن يا جماعة طويل شوية، في شوية حاجات جميلة جدا هتعجبكم، محتاج شوية تركيز اكتر زيادة شوية من الدروس اللي فاتت. والديلي اللي بعده ابسط ما يكون، التركيز كله في الدرس ده هيكون على التايمينج فانكشن. ايه هو التايمينج فانكشن؟ التايمينج فانكشن هو الوقت اللي بيحتاجه الترانزيشن او الانتقال علشان يروح من عنصر لعنصر، او بيسموه السبيد كيرف. نقدر احنا نتحكم في السبيد ده ونقدر نعمل فيه كل اللي احنا عايزينه. كانك بالظبط عندك عربيه بادئه السباق من اول المكان اللي هتبدا منه لحد نهايه الكورس اللي هي هتمشي فيه، انت تقدر تتحكم فيها بقى في النص، تبدا سريع، تبدا بطيء، تنتهي سريع، تنتهي بطيء، تمشي في النص، تبطأ، تسرع، تقدر تعمل كل حاجة بالكلام ده. طيب بالتايمينج فانكشن عندنا حاجات ثابتة اللغة مديها لنا، وعندنا حاجة يا جماعة بس متقدمة شوية، هنستعين بتول علشان الناس تتعلمها بطريقة احترافية وتفهم فيها كل حاجة في آخر الدرس خالص، وهو بيسموه مكعب بيزير أو بيزير كيوبيك أو كيوبيك بيزير. هنشوف مثال عليه في الاخر خالص في اخر الدرس، بس نبدا نفهم بقى ايه الكلام اللي انا قلته النظري ده كله، لانه لحد دلوقتي طبعا مش مفهوم. اول حاجه اصلا احنا لسه ما كتبناش الخاصيه اصلا اسمها ايه، اللي هي الخاصيه الثالثه اللي هي دي. هنكتب مع بعض transition dash timing dash function. طبعا من اسمها واضح timing function، الفانكشن الوظيفة المسؤولة عن التايم بتاع الترانزيشن. من اسم الفانكشن واضحة، اسمها مش غريب عن اللي هي بتعمله. لاحظوا معايا اول حاجة مكتوبة كيوبيك بيزير، هو ده اللي هو مكعب بيزير اللي انا قلت عليه. طيب التأثيرات الموجودة عندنا اللي احنا هنشوفها مع بعض، كل واحد فيهم بتعمل ايه. الديفولت فاليو الخاص بالترانزيشن تايمينج فانكشن حاجة اسمها ايز، اللي هي السهولة. طيب الايز ده بيعمل ايه، وايه هي بقية الخواص؟ طيب هنتكلم عن الخواص، وبعد ما نتكلم عن الخواص هنعمل كام ديف كده تحت بعض ونشوف الفرق بين كل واحدة فيهم ايه، ونشرحها بالتفصيل الممل. احنا يا جماعة هنعمل مع بعض خمس ديفات، ده الديف بتاعنا العادي اهو. هنعمل جوه الديف ده، او بدل خمس ديفات نعمل خمسة باراجراف. واول واحد هكتب عليه ايز، اللي هو الايزي اللي هو السهولة اللي جاي من السهولة، هم خمسة. تاني واحد على طول اللي بعد الايز هكتب عليه لينير، تاني واحد يا جماعة اللي هو اللينير اللي هو الخطي. بعد كده ايز داش ان، وبعد كده بعد الايز ان عندي ايز داش اوت، بعدين عندي الاتنين مع بعض ايز داش in dash out الاثنين مع بعض. وعندي حاجه اسمها ستيبس، وعندي الكيوبيك بيزير، هو ده المتقدم اللي هنستعمله في اخر حاجه عشان نشوف الموضوع ده ايه. السبيد كيرف يا جماعه كله بيتحدد بالكيوبيك بيزير ده اصلا، لكن اللغه عامله لك الحاجات الثابته دي اللي هي بتعادل كيرف سبيد معين في الكيوبيك بيزير ده. طيب حد يقول لي ايه الفايده من ده والتاني؟ ده ثابت زي وزي اي لغه في العالم، دي حاجات ثابته هو مديها لك. زي مثلا لو انت اتعلمت الجي كويري، في عندك في الفيد ان، وفي عندك في المؤثرات الهايد والشو، الكلام ده كله في جوه الفانكشن دي بتقبل ثلاث قيم اللي هي سلو وفاست وميديوم. السلو دي ليها قيمه والفاست ليها قيمه، وممكن انت تكتب بنفسك القيمه بتاعتك، عدد الميل سكند اللي انت عايزه. نفس الموضوع هنا، الايز ده هو لي سبيد كيرف معين ثابت اللغه محددهولك ومسميه ايز، انت ممكن تكتب الكاستم بتاعك انت بمزاجك جوه الكيوبيك ايزير ده. طبعا هيكون موضوع متقدم شويه، ومن الجائز بنسبه 99% انه هيبعدك عن التصميم شويه ويدخلك في الديفلوبمنت والكالكوليشن والماس والحسابات والمعادلات والكلام ده كله، واحنا مش عايزين نبعد عن التصميم ابدا. لكن في نفس الوقت هدي لك التول اللي هتساعدك وتخليك برضه لو انت عايز تتعب هتتعب. طيب احنا عندنا خمسة باراجراف زي ما انتم شايفين اهم، هنروح بقى نقسمهم هنا نشوف الخواص بتاعتنا احنا عاملين فيها ايه. هنشيل بقى الترانزيشن ده خلاص عشان ما يلخبطش حد، ونبدأ نشوف هنا. هنروح يا جماعة نعمل div b first of type، اول b عندي
نقسم بس العناصر الاول هم خمسة: first of type و nth of type 2 اللي هو تاني واحد و nth of type 3 تالت واحد عندي nth of type 4 الرابع واللاست of type اخر باراجراف في الديف عندي اللي هم الخمسة اللي هم شايفينهم دول. بعد كده نعمل ايه تاني؟ الباك جراوند هتكون للبي نفسه ديف بي. الباك جراوند يا جماعه انا هحطها هنا زي ما انتم شايفين للبي عشان ما تبقاش للديف الكونتينر وتعمل معاه مشكله وتلاقيهم لازقين في بعض. وفي نفس الوقت هدي له مارجن بوتوم عشان يفرق لي بينهم 10 بيكسل مثلا. الكالر كله ابيض، ممكن احطه في الباراجراف او في الديف الرئيسي مش هتفرق كتير. الويتس الخاص بالديف اخليه 1000 والهايت مش هنعمل هايت عشان يكون اوتوماتيك. نروح نبص بصه مع بعض كده. تمام، نيجي عند الديف الباراجراف نديله ويتس 200 بيكسل. احنا كل ده يا جماعه ما دخلناش في الدرس، بنعمل مجرد زي ما انتم شايفين كام ايه بنعمل كام باراجراف بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ندي للباراجراف خليه مثلا 120 الويتس عشان هو طويل جدا. نديله بادنج 10 بيكسل. لحد دلوقتي الشكل تمام؟ تمام جدا، الشكل كده كويس. نروح بقى يا جماعة كده كويس، نروح بقى نشوف الهافر اللي احنا هنعمله، هنعمله على ايه؟ الهافر يا جماعة أنا مش هعمله على الباك جراوند، أنا هعمله بس على الويتس، أنا عايز أشوف الويتس وهو بيتغير. فهروح قايل له الترانزيشن بروبرتي، الخاصية اللي هعمل عليها الترانزيشن هي الويتس. مش محتاجين ده خلاص، لأن احنا مش هنعمل حاجة في الديف الأصلي. الترانزيشن ديوريشن اللي هو الوقت اللي بيحتاجه العنصر عشان ينتقل من حاله لحاله 3 ثواني كويس جدا مفيش مشكله. طيب كده عملنا الخواص كلها زي ما انتم شايفين مفيش اي مشكله. خلاص ما بقى مفيش غير الهافر ده هنلغيه طبعا مش محتاجينه. كده ده الاستراكشر بتاع الدرس اللي احنا المفروض هنمشي عليه ونشوف هنعمل ايه فيه بقى. اوكي احنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ عن التايمينج فانكشن اللي هو السبيد كيرف، السبيد بتاع الانتقال. هنمشي على كل واحد في الديفات دي في الباراجرافات دي هنديله سبيد كيرف من الخمسه اللي احنا قلنا عليهم ونشرح كل واحد فيهم بيعمل ايه. طيب انا عايز اقول له هنا ديف بي نقطتين هافر، لما اعمل هافر على البي هتعمل ايه؟ غير لي الويتس بتاعه من كام؟ من 120 اللي هي دي ل 200 بس. بصوا من 120 ل 200 اهو زي الفل. نبدا بقى ده العادي بتاعنا اللي احنا اتعلمناه مفيش حاجه جديده. ترانزيشن اهو، نبدا بقى نشوف التايمينج فانكشن بقى بيفرق من كل واحد للتاني ولا لا. هاجي هنا اقول له ترانزيشن تايمينج فانكشن، اول حاجه قلنا عليها ديفولت باي ديفولت اللي هي ايه؟ الايز اللي هي يا جماعه السهوله وهنشرح كل واحده فيهم. طيب وتاني واحده ايز داش ان، تالت واحده ايز داش اوت، رابع واحده ايز داش ان داش اوت، اخر واحده ايز اسف لينير اللي هو الخطي. طيب نمشي بقى عليهم واحده 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 نشوف كل واحده فيهم الاول بتعمل ايه عشان نشرح. بصوا الايز، بصوا اللينير. سوري يا جماعه، تاني واحد هو اللي لينير، انا كده لخبطتهم مع بعض. تاني واحد هو اللي لينير عشان انا كتبت الاسامي مكان بعض كلها، وتالت واحد هو الايز ان تمام مظبوط، ورابع واحد هو الايز اوت، واخر واحد هو الايز ان واوت. كويس عشان يكون الترتيب صحيح. حلو، نروح على الايز نشوف، نروح على اللينير، نروح على الايز ان، نروح على الايز اوت، نروح على الايز ان واوت. وحد يقول لي بقى ايه الفرق بينهم؟ نشوف مع بعض ايه الفرق بينهم. نركز يا جماعه، الايز اللي هو السهوله اللي هو الديفولت اول واحد بيبدا وينتهي تدريجيا، بيبدأ وينتهي تدريجيا. نروح نشوف مع بعض.
بيبدأ تدريجي وينتهي تدريجي. كويس. اللينير بيبدأ وينتهي في الحال، بيبدأ في الحال وينتهي في الحال، لكن بيمشي بمعدل ثابت. يعني مجرد ما تروح عليه بيروح ماشي على طول، بس يبدأ يمشي بمعدل ثابت، وأول ما يوصل الآخر يروح منتهي في لحظة. لكن بصوا الإيز بيبدأ تدريجي وينتهي تدريجي. بصوا ده بيبدأ في ثانية ويمشي بمعدل ثابت وينتهي في نفس اللحظة. طيب اللي بعده إيز إن، من اسم الكلمة إيز إن، بيبدأ تدريجي ويقف في الحال. لكن الإيز كان بيبدأ تدريجي وينتهي تدريجي. نشوف، بيبدأ تدريجي أهو، لكن أول ما يجي ينتهي ينتهي في الحال على طول. طيب الإيز أوت عكسه على طول، بيبدأ بسرعة في الحال لكن بينتهي تدريجي. بصوا أول ما روح عليه بدأ بسرعة لكن هيمشي ينتهي في الحال. طب الإيز إن وأوت، بيبدأ الإيز إن وأوت جمع الاتنين مع بعض، بيبدأ وينتهي تدريجي أهو، ما عندوش مشكلة. طيب نروح بقى نقول له، بدل ما اقول له ديف بي هافر، لا هقول له ديف هافر بي. هقول له لما تعمل لي هافر على الديف خلي البي كله يتغير الويتس بتاعه. حد يقول لي ليه؟ علشان اشوفهم كلهم وهم بيمشوا مع بعض واتاكد من كلامي. كل واحد فيكم انا هعمل عليهم هافر كم مره ويتاكد من نفسه. هعمل هافر 5 مرات، كل واحد فيكم يبص على واحد من 5 ويراجع اللي انا قلته عنه ويشوف الفرق بينه وبين التانيين. نبص نبدأ من الأول وأنا هبص معاكم. هبص على الإيز دلوقتي اللي هو بيبدأ وينتهي بالتدريج، بدأ بالتدريج وانتهى بالتدريج. هرجع باك هبص على اللينير اللي هو تاني واحد. اللينير قلنا عليه إيه يا جماعة؟ اللينير بيمشي خطي، بيبدأ وينتهي في الحال، يبدأ في ثانية وينتهي في ثانية، لكن بيمشي بمعدل ثابت. معنى كده إن الإيز إن هيمشي هيبقى بطيء شوية عنه، والإيز إن وأوت هيبقى بطيء شوية عنه، لكن الايز اوت هيمشي معاه. بصوا معايا كده، بصوا قارن مين بمين عشان تتعلموا يا جماعه. قارنوا اللينير، قارنوا اللينير بالايز ان والايز ان اوت، شوفوا مين فيهم اللي بيبدا الاول. بصوا مين بدا الاول، اللينير بدا الاول، لكن الايز ان قلت له ابدا تدريج فهيقعد شويه. الايز ان اوت برضو ابدا تدريج فهيقعد شويه. بصوا كده اهو اللينير بدا قبلهم يا جماعه. طيب تعالوا نقارن اللينير بالايز اوت. المفروض اللينير بيبدا في ثانيه ويمشي بمعدل ثابت وينتهي في ثانيه. طب الايز اوت بيبدا في ثانيه وبينتهي تدريجي، المفروض يمشوا مع بعض يعني. بصوا مشوا مع بعض اهو، بس الايز اوت ليه سبقه؟ عشان اللينير بيمشي بمعدل ثابت. بصوا كل واحد فيهم فرق بينه وبين التاني سهل جدا تعرفه. طيب نقارن الايز ان بالايز اوت. الايز ان بيعمل ايه؟ بيبدا تدريجي وينتهي بسرعه، لكن الايز اوت بيبدا بسرعه وينتهي تدريجي. بصوا لما بصوا بين الايز ان والايز اوت مع بعض مين بدا بسرعه؟ الايز اوت. شايفين؟ نراجع تاني. بص على الايز ان والايز اوت، الايز ان بدا تدريجي، الايز اوت مشي بسرعه اسف. واضح جدا يا جماعه الموضوع، وسهل جدا مفيهوش اي حاجه، وتقدروا تعملوا الدفات دي بنفسكم وتمشوا عليها علشان تشوفوا الفرق بين المؤثرات. اول درس اتكلمنا عنه خالص في الترانزيشن لو تفتكروا، رحنا كتبنا الكلام ده كله، كتبنا ترانزيشن كتبنا اول حاجة الخاصية اللي هي الويتس اهي، بعدين اللي هو الديوريشن 3 سكند، بعدين كتبنا ايز ان اوت اللي هو يبدأ تدريجي وينتهي تدريجي. بعد كده بقى يا جماعة عندنا بقى الحاجة الأخيرة اللي هنتكلم عليها دلوقتي، وهي حاجة اسمها الترانزيشن داش ديلي اللي هو التأخير، اللي هو الوقت اللي بيتأخره العنصر علشان يبدأ الانتقال ده. تعالوا نشوف مع بعض. لو كتبت 5S ريلود، بصوا كده أنا عملت هافر، هيستناني 5 ثواني علشان يعمل الانتقال. شايفين؟ الديلي مش محتاج اي شرح، بس هو ده الديلي. الديفولت فاليو بتاع الديلي الطبيعي 0 سكند، الديفولت فاليو بتاعه 0، ما تستناش، ده الديفولت. هو ما ينفع يقول لك الديفولت 2؟ ينفع يقول لك ان الانيميشن يستنى 2 ثانية عشان يبدا؟ ما ينفعش الكلام ده، لازم يكون 0،
لازم دايما صفر نان مش عارف ايه، لازم يكون ده هو الديفولت دايما. طب نجرب الديلي دوت في العناصر عشان نتاكد بنفسنا. اوكي، بس علشان اجربه في العناصر لازم اخليهم كلهم ليهم تاثير واحد في التايمينج فانكشن عشان ما تلخبطش. اوكي، هروح جايب الترانزيشن تايمينج فانكشن لكله ايز، والغي بقى من هنا كله خلاص عشان يبقى كله ايز، خلاص مفيش اي فرق بينهم كلهم ايز، ونروح نبص عليهم كده اهم كلهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هاجي هنا بقى وابدا اغير التوقيت بتاع كل واحد فيهم، هقول له ترانزيشن داش ديلي 2 سكند، وهنا ده 2 وده 1 عشان يمشوا ورا بعض، وده 3 وده 4 واخر واحد عندي 5. شوف ايه اللي هيحصل، بصوا معايا. كل واحد بيستنى التاني. تقدر يا جماعة تستعمل هنا ميل سكند بدل 1 سكند، تقدر تستعمل ام اس. طيب نخليها دي نص ثانية عشان يبقى سريع، دي ثانية، دي ثانية ونص، دي ثانيتين، دي ثانيتين ونص، ونشوف مع بعض. ادي الديلي يا جماعة بكل بساطة. فاضل عندي حاجة أخيرة قبل ما أوريكم التول بتاعت اللي هو الكيوبيك بيزير، فاضل بس حاجة نتكلم عنها مهمة، وهي حاجة في التايمينج فانكشن اسمها ستيبس. الستيبس يا جماعة تعتبر فيها جانب برمجي شوية، ممكن تحس ان هي صعبة عليك او معقدة، هي مش معقدة. لو حسيت ان انت مش محتاجها ممكن ما تتعبش نفسك فيها وركز في باقي الدرس. الحاجات اللي انت شفتها الايز والخواص دي كلها هي دي اللي تهمك. الستيبس برضو من النادر ان انت تستخدمها، لكن لازم نقولها ولازم نقول بتعمل ايه. مش هينفع تشوف حاجة في يوم الايام قدامك تقول ايه ده، الله يسامحه اسامة ده ما شرح لناهاش ولا قال لنا اصلا ايه دي. لازم تعرف كل حاجة في اللغة. طيب ايه هي الستيبس دي، هنشوفها مع بعض حالا. هنيجي يا جماعة هنشيل ثلاث ديفات من دول، ثلاث باراجرافات يعني، مثلا هيبقى عندنا بس اتنين اللي هم دول، وبدل ايز وكده هكتب، لا اكتب حاجة اسمها ستارت، وهكتب هنا اند. والمرة دي بعد ستارت واند كل ديف من دول او الباراجراف عموما هديله باك جراوند تاني زي ما كنا مدين له باك جراوند كولر. هو الباك جراوند كولر هو اصلا احمر. اوكي كويس. والمرة دي لما اعمل هوفر مش بس اغير الويتس، لا اغير برضو الباك جراوند زي اول الدرس، اقوله باك جراوند كولر ازرق. كويس. وهاجي هنا في البروبرتي هقول له ويتس وهقول له باك جراوند كولر. نروح نبص بصه كده الاول قبل اي حاجه. اوكي كويس، كويس جدا، غير لي اللون والويتس مع بعض، ممتاز جدا. الديلي خلاص يا جماعه عرفناه، مش محتاجين منه حاجه تاني، خلاص نقول له شكرا، شكرا للديلي، نشيله خالص. نشوف زي ما انتم شايفين يكبر الويتس ويغير اللون بكل بساطه. اوكي، ايه هو بقى الستيبس، ايه هو الستيبس اللي احنا نتكلم عليه النهارده ده. الستيبس يا جماعه بيتكتب كده زي ما انتم شايفين، وبين قوسين هنا بتكتب هنا اتنين باراميتر، بتكتب رقم هنا عدد الستيبس اللي هيمشيها الانيميشن من مكان، من المكان الاولاني من الحاله الاولى للحاله الاخيره وليكن 4، وبعدين كوما، وتكتب اما ستارت او اند اللي هي اول الانيميشن او اخر الانيميشن. هنشوف مع بعض يعني ايه الكلام ده. طيب لو انت ما كتبتش حاجه هنا بيحط اند باي ديفولت. حد يجي يقول لي يا عم ايه الستارت وايه الاند دي، هنقول ايه الستارت وايه الاند. نشوف الاول ايه الستيبس دي بتعمل ايه. احنا شفنا من شويه الايز وشفنا اللينير وشفنا الايز ان والايز اوت والايز ان واوت. طب الستيبس ده هيعمل ايه، هيمشي لك الحاجات على خطوات كده ما فيهاش بقى اي سموث خالص. هنشوف مع بعض. بصوا 1 2 3 4، بصوا نططهم ازاي، ما بقاش فيه اي سموز. يمكن في يوم من الايام تحتاج ان انت تعمل الحركه دي، جايز بروجريس، عايز تعمل بروجريس بار يمشي بالطريقه دي، ممكن، كل شيء ممكن. طيب
هو حط لي اند باي ديفولت. طب ايه بقى الاند وايه الكلام ده؟ ايه الستارت وايه الاند؟ طيب ما هو انا عشان اعرف الستارت والاند لازم كل واحد فيهم احط له حاجه مختلفه، صح؟ اوكي، هحط انا هنا، هحط انا في الاولاني اللي هو الفيرست اوف تايب الباراجراف الاولاني هحط له ستارت والتاني هحط له اند، ونبص مع بعض عشان تلاحظوا الاختلاف وبعد كده اشرح لكم ايه الفكره. بصوا ايه اللي بيحصل، نرجع تاني. حد يقول لي كده ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ الاثنين ليهم نفس الخواص، كل حاجه واحده. الويتس هيتغير من 100-120 ل 200، والباك جراوند هتتغير من احمر لازرق. طب امال انا ليه شايف حاجات غريبه كده في الستبس بتحصل؟ اهو نشوف بقى ليه انا شايف حاجات غريبه. بصوا على الستارت، ما تبصوش على الاند، بصوا ايه اللي بيحصل. الستارت يا جماعه بيبدا الانيميشن، بيبدا الحركه الخاصه بالانتقال في اول الكي فريم او في اول الانيميشن اللي هو بيعمله. يعني اول ما يعمل الستيب يبدا اللي هو الحركه اللي انت طلبتها منه، حركه الحاله اللي هي وليكن ويتس ولا باك جراوند كلر. لكن الاند لا، الاند بيعملها في الاخر. يعني الاند يعمل الستيب وبعدين يغير، لكن الستارت وهو بيعمل الستيب يروح مغير، يغير اي حاجه بقى انت قلت له عليها، يغير لون الويتس الكلام ده كله. بصوا معايا على فوق، اول ما اروح راح مغير اللون والويتس، لكن التاني بصوا على الاند، الاند راح الستيب وبعد كده راح مغير. بصوا راح الستيب بعدين راح مغير، راح الستيب بعدين راح مغير، شايفين؟ لكن الستارت غير مع الستيب، بدا الستيب الاولى وراح مغير اللون اهو. طب عايزين نتاكد من الكلام ده، فككم من الاربعه دي وخليها اتنين ستيب بس، خليه ينط من واحد لاتنين على طول. اقول له ريلود، بصوا اهو. طيب قلل يا عم الثواني شويه عشان ايه، يمشي بسرعه وما نملش ونشوف. بصوا الاولاني اهو جاب الازرق، اول ما عمل ستيب راح جاب الازرق. بصوا الستيب الثانيه جاب الازرق، لكن الاند بصوا الاند عمل ايه، جاب الستيب وبعد كده راح جاب اللون. ستيب اهو بعدين اللون، لكن الاولاني بيروح جايب مع الستيب على طول. ده الفرق الوحيد يا جماعه بين الستارت والاند. طيب بعد ما شرحته، كان ممكن اقول الكلام ده قبل ما اشرحه، لكن بعد ما شرحته من النادر ان انت تستعمل الستبس دي، لكن لازم 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 وحتما ولا بد، واخدت عهد على نفسي ان مفيش حاجه تعدي عليا في اللغه الا لازم اشرحها واتعب فيها. حتى لو انت مش هتستعملها لازم تكون عارفها. ما ينفعش ان انت في يوم من الايام تشوف الستبس دي تقول ايه ده، ايه الحاجات الجديده اللي في سي اس اس نزلوها دي، الله يسامحه اللي كان بيعلمنا ما قلناش عليها. دي الستبس يا جماعه، فاضل لنا حاجه واحده اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، اللي هي دي الكيوبيك بيزير، اللي هو مربع الكيوبيك. بصوا التأثير اللي انتوا شايفينه ده بيبقى الاربع ارقام، الاربع ارقام دول عبارة عن سبيد كيرف، معادلة عشان تعمل لك الكيرف بتاع السرعة اللي انت شفته ده دلوقتي، اللي هو مثلا يبدأ بطيء بعدين يجري بعدين يبطأ بعدين يمشي بطيء. ده لو انت عايز تدخل في حاجات معقدة جدا وتعمل انت الطريقة اللي يمشي بيها العنصر وتوصل لاخر مراحل النعومة. برضو انا مش هسيبك، هقول لك تعمل الكلام ده ازاي بسهوله، وهدي لك التول تساعدك في فهم الموضوع ده 100%، ومع التجارب هتعمل بيها اللي انت عايزه. ده يا جماعه موقع اسمه css3bezier-curve.net، موقع بسيط جدا جميل جدا، هيعرفك كل حاجه عن الكيوبيك بيزير ده اهو. ولو تلاحظ فكره الموقع بسيطه جدا، الموقع بيعمل ترانزيشن اول لجميع الخواص 3 ثواني زي ما انتم شايفين، بعدين حاطط لك اخر حاجه الثالثه اللي هي قبل الديلي التايمينج فانكشن اللي هي الكيوبيك بيزير. هنا التايم لو حبيت تقلله او تزوده زي ما انت شايف اهو، خليه مثلا ثانيتين. هنا الحاجه اللي انت اللي هو بيطبق عليها الانتقال، عايز بوزيشن مكان العنصر او سايز حجم العنصر ده، عايز تكبره وتصغره مثلا زي ما انت شايفين، او الاوباسيتي اللي هي الشفافيه شايفين، يزود وينقص العنصر. طيب بتحسب بقى ازاي الكيوبيك بيزير ده؟ حد يقول لي ازاي اغير القيم دي عشان اعرف القيم دي؟ اما تكتبها بايدك في الكود وتجرب، 75 دي تخليها 1 2، او تيجي من هنا تغير الكيرف ده بالشكل ده، هتلاقي الكود بيتغير معاك لحد ما توصل للكيرف اللي انت عايزه. بصوا معايا، شوفوا الانيميشن، شوفوا الاولاني مشي ازاي. الكيرف الاولاني بصوا مثلا لو عملت كده في الرجوع، شايفين الفرق في الرجوع؟ اللي فوق ده يا جماعه
اللي فوق اللي انتوا شايفينه فوق ده، ده الكيوبيك بيزير اللي انت بتعدل فيه دلوقتي. اللي تحت ده هو التأثير اللينير الخطي اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي قلنا بيبدأ في ساعتها وينتهي في نفس اللحظة، لكن بيمشي بالتدريج، بيمشي بمعدل ثابت. هو حاطط لك اللينير علشان تقارن بينه وبين البيزير اللي انت بتعمله بنفسك، او الكاستم اللي انت شايفه قدام عينيك ده، علشان تعمله بنفسك وتشوف الفرق بينهم عامل ازاي. كده يا جماعة يبقى احنا الحمد لله الحمد لله خلصنا كل حاجة تخص ترانزيشن، وعرفنا فيه كل الخواص، وعرفنا الشورت هاند كود في اول درس بيتكتب ازاي، اللي بتحط فيه الخواص دي كلها ورا بعض. وكده باذن الله مش هنكون عايزين حاجة في الترانزيشن تاني، عشان زي ما وعدتكم ان احنا نشرحه بالتفصيل الممل، لان انتوا شفتوا في الدروس اللي فاتت كلها والترانسفورم والحاجات 3 دي كلها، لاحظتوا قد ايه الترانزيشن لا غنى عنه، لا يمكن لا يمكن لا يمكن تبعد عنه في CSS، لازم تستخدمه، هو اللي بيضيف لك الماجيك في الموقع بتاعك، بيعمل لك لمسات سحرية على اي عنصر. يا رب الدرس يا جماعة يكون بسيط وسهل وعجبكم، ما يكونش فيه اي حاجة معقدة. لو حسيت ان الكيوبيك بيزير ده صعب او الستيبس دي صعبة، استغنى عنها تماما وانساها، ما تخليهاش تأثر عليك وتأثر على الخواص اللي قبلها اللي انت كنت بتذاكرها، علشان ما تبعدش. لو حاسس ان انت بعيد عن البرمجة تماما والفانكشن والحاجات اللي بتقبل قيم دي، انساها تماما وخليك في الحاجات الأساسية اللي اللغة مديها لك. عندك الإيز والإيز إن والإيز أوت، وعندك الحاجات كلها اللينير وكل الكلام ده، يقدر يديك شكل جميل جدا ويديك كل اللي انت عايزه. أي حاجة تقف معاكم تقدروا تسألوني في الأسك أو في القناة أو في الجروب على الفيسبوك. وأشوفكم إن شاء الله في درس جديد، وشكرا.